ورحب بمعالي الوزير والطاقم المحترم والمرافق. معالي الوزير، أنا أيضا أضم صوتي إلى زملائي النواب بأن أقول وأقول أن هذا المشروع مشروع مهم، وأن هذا التعاقد الدولة الموريتانية مع شركة صيانة الطرق مسألة مهمة. فقط كل أيا كان المشروع أثمنه، أثمن تثمينا عاليا، لا شك أنكم تعرفون على وضع بنى تحتية ولا بناء أو خدمة هذا الشعب، وتشكرون عليها وتشكر الدولة ويشكر رئيس الجمهورية. وأطالب طبعا هذه المشاريع التي تقام وأن تتم متابعته حتى تنتهي لصالح شعبنا. وأطلب زملاء النواب أيضا أن يصوتوا لصالح هذه المشاريع، وأنا لا شك متأكد وعلى يقين أن هذه الدولة وهذه الحكومة وهذا النظام لا يسعى إلا لخدمة هذا الشعب، وإلا يسعى إلا لرفع مستوى معيشة هذا الشعب ورفاهيته. وكل من يعاكس هذا معنى أنه لا يرى ولا يبصر ولا يسمع هذه الدولة وهذه الحكومة. لا شك أن حتى إذا كان هناك نواقص، أنا لا أقول أن هناك كل شيء مكتمل، وإنما هناك نواقص طبعا، وإنما الدولة تعكف على أن تسد هذه النواقص وأن تبني وأن تتواصل الأمام وأن تتعاون مع الدول الصديقة. دول الصديقة لكي يطور بننا التحتية، لكي يضع موريتانيا ويخرج موريتانيا من العالم المتخلف وعالم الثالث. ولا شك أن فخامة رئيس الجمهورية كلنا يعلم أنه يحب هذا البلد ويحب هذا الشعب ويعمل من أجله، وكل من عمل عكس هذا أنه يعمل بحكم فكرة وحده، وإنما لا يعمل من أجل ولا يعمل لصالح هذا الشعب ولا يعمل من أسس والنظام الذي وضعه فخامة رئيس الجمهورية. فخامة رئيس الجمهورية يقرب الإدارة للمواطن ويعمل من أجل هذا المواطن، وكل أكس هذا وكل من يعمل أكس هذا معناه أنه يخالف ما يعمل فخامة رئيس الجمهورية، وخالف ما يعمل حكومة الموريتانية، وخالف ما يحب هذا الشعب ومحبه نحن البرلمانيون. كل إنسان يخالف هذا وكل إنسان يضع على غش والسرقة والتحايل وعلى غطي تقنية على بعض الأشياء مخالفة للسلوك الطيبة، معنى أن هذا الإنسان إنسان غير طبيعي وإنسان خارج عن المعروف عن موريتانيا. وأنا متأكد كل من كشف أمره أنه يتحايل أن يعمل الغش لا يكون أي ولا يحمي أي أحد، سيرفع عنه اليد الحكومة لكي يصل إلى لكي يتطاول عليه مثلا يد العداد. رجاش ما يجد ولا يستطيع أن يكون موريتاني ويتحمل المسؤولية موريتانية ويتخالف ما يعمره الدولة النظام الموريتاني. كما قال زميلنا غلام، هناك مثلا تضييق وتخنيق على بعض الاشخاص ولا اتجاه، انا لا اقول انه هذا ما موجود، وانا كل من قام بهذا العمل معناه يخرج عن ما هو يريده النظام. هذا النظام ما يقوم بهذا العمل الا اذا انسان مخالف، كيف ما انسان يسرق وما انسان يتعامل يروج الدرن، هذا انسان مخالف، قد يكون موريتاني قد يكون مسؤول، هذه مخالفة. إذن يجب أن ندرس جميعا كل من هو يعمل على فصل بين المواطنين أو تفتيل بين بعض البعض بعضها بعض، هذا ما هو من نظامنا، ما هو من نظامنا ولا من سلوكيات هذا النظام. وأكد على هذا وأشكركم، والسلام عليكم.